اوكي خليني اشرح لكم خاص الانستغرام بكل بساطه. هو عباره عن كومنتات اليوتيوب بس بدون اشترك بقناتي اشترك بقناتي، بس هذا هو الفرق. حاله من حال كومنتات اليوتيوب ما لها اي فايده طبعا الاغلب، اوكي مو الكل، عشان لا تقول والله انت فاهمين. اوكي فاهمين انتم. السلام عليكم، كيف الحال؟ معكم عادل زومبي كيلر. شكلي اليوم شاهدنا فيديو اللي هو عندنا اليوم يا جماعة مقطع دايركت الانستغرام خاص الانستغرام يا جماعة. شوفوا البلاوي اللي قاعد تجينا يا جماعة. البلاوي يعني اوكي خلصنا من كومنتات اليوتيوب، نزلت اقطع عن كومنتات اليوتيوب، الحين باقي خاص الانستغرام، يستاهلوا حقين الانستغرام يعني. اوكي يا جماعه قبل لا نبدا لا تنسوا اللايك، اشتركوا في القناه اذا كنتم مو مشتركين، ضبطنا على السريع هنا الحين على طول. ثواني بس ما بتاخذ منك حبيب عزيز وغالي، ليتس جو على الانستغرام يلا. واحد منشنني في الستوري، اوكي من اكثر يوتيوبر تتابع، شكرا شكرا يا جاي حبيب، اذا تشوف هذا الفيديو انت عسل والله. لا لا بداية حلوة يا جماعة، والله بداية حلوة يعني. اوكي تمام، طبعا الشباب داخليني في جروب يعني وسوالف وضحك يعني، انا ما اعرفكم يا جماعة يعني، ما والله ما لي دخل، لهم داخلين المالود وابو كيان، يا شباب ركزوا شوي ركزوا شوي. نفس الشيء ماي فريندز يور فريندز، اصدقائك ما لي شغل انا. لا وداقينا سوالف الشباب، سوالف وبوستات وباي و... الله يقويكم يا رب. مساء الخير اخوي، كيف الحال؟ انا عندي مشكله بفيفا 20 تحديد الالتيميت تير وسادس. لا خالد لا لا تكفى لا. شباب شوفوا مشكلته يا شباب، يقول انه تعب في الالتيميت تيم فيفا 19، دخل فيفا 20 ما شاف تشكيلته. يعني خالد ودي اساعدك بس يعني صعب صعب الموضوع. شباب اشرحوا لنا خالد، خالد شباب اشرحوا لنا خالد في الكومنتات والله يعني والله انت طيب والله. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا من متابعينك. تكفرد ما ادري ما والله ما ادري، قول يعني ركز. اهم شيء اني تركت كل شيء اصلا. ركز معي ركز، خاصه انستغرام عشان كلمني في موضوع تبغى مني حاجه، زي خالد مثلا كان يبغى مني مساعده، لكن ما تقول لي السلام عليكم بعدين رد، ما اقدر يا اخوي في رسائل واجد والله. هذه اكتبها في الكومنتات، كومنتات اوكي على عيني وراسي. شباب اللي يرسل الفيديوهات هذا يعني ليش ترسل الفيديوهات؟ والله ما لي شغل والله. يرسل لي فيديوهات، ياهو ياهو تعبنا خلاص. مرحبا، إن واتساب ماسنجر كناية عن تطبيق سريع بسيط يا حبيبي، استعمل هذا الرابط للانضمام من مجموعتي في الواتساب. مجموعتي في الواتساب، واحد جايني خاص يقول لي يا بتكبر. اوكي اللي رايك خلاص، والله لو بقيت على واحد ما بخلص، خلاص بكيفك انا متكبر، خلاص بكيفك اللي رايك. وش اسوي انا يا جماعة؟ الله واحد داشني في الخاص، خير واحد داخل بيتك يقول لك انت بتكبر، ايش تبغى؟ والله روح بوستات سوالف جروبات شباب، والله ما لنا دخل والله. فيديو بوستات شباب، والاخير يهو ايوه وبس والله قاعدين والله. ها بس بوستات، السلام عليكم، اذا شفت رد السلام. عليكم السلام، قول اللي عندك، قول تعبتني، قول انزين، قول تكلم، تحدث، تحكى سوالف هاللون. الله اخيرا الحمد لله اخيرا واحد يعني ايه هذا. شلون تعرفت على جوت؟ الله زين شلون تعرفت على جوت؟ كل اختصار كان في بث بنلعب للخير، اللي هو بث نسويه كل رمضان نلعب فيه ونسوي فيه عمل خيري، فبنلعب للخير. فبكل اختصار هم سووا اول نسخه بنلعب للخير. اتذكر اني كنت اصور مع المالود او كنت العب معاه، فكان يقول لي ان احنا بنسوي بث لمده 12 ساعه وما ادري وشو، فاذا بتجي حياك. فبالضبط هذاك اول يوم حرفيا اشوف فيه الشباب، تقريبا قبل اكثر من سنتين. ووو والله من زمان اعرفهم، خرب بيتكم، لا مالكم شغل. المهم كان وضع مره سيء يا جماعه، اول مره اشوفهم بث مباشر، لا واستقبلونا على الفطور، يعني انت تاكل قدام الناس حرفيا، تخيل انك داخل مطعم وفي مثلا 100 شخص يطالعوا فيك يا جماعه، انا لا والناس ما تعرفهم، فكان الوضع مره سيء. بس الحمد لله عدت الامور على خير ودخلنا جوت، وان شاء الله قربنا من المليون في جوت، فاشتركوا في قناه جوت. اشتركوا في قناتي بعد، انت مسوي اشتراك خلاص يلا روح. بس شكرا لك حبيبي ما قصرت. بوست الحين نرجع يا جماعه للروتين القديم، يلا اسمع تلعب معي جيم افوزك. ودي اهايط واقول لك ما احتاجك عشان افوز، بس فعلا احتاج واحد عشان افوز. ما
اتقصر حبيبي، ما ادري هي تهزيئه ولا مدحه ولا طلب ما تدري وش بالضبط، لكن ناخذها بشكل ايجابي ومشكور ما قصر. الو بعد نطولها شوي. الو اضحك غبنه بوست. شباب ادم متى تنزل الفيديو السري لتاريخ 1/1/2020؟ شباب شوف بنقعد نستغبي. انت جاوبت على نفسك يا اخوي. 1/1/2020 راس اللي منظر طبيعي. اوكي طق العافية. كيفك يا ادم؟ صح؟ فاهمني؟ ايوه هذا ما غيره. هي ادم وليس ادام. اوكي؟ والحمد لله بخير ابشر. كيف حالك انت؟ تمام؟ الله يسلمك. خلصني قول وش السالفة؟ حما ابوك. هذا وشو يعني؟ بالله عليكم هذا وشو؟ شباب انا والله مسكين والله لا تو ماتش الوضع يا جماعه والله تو ماتش الوضع. اي على الاقل هذا قال نزل ببجي في القناه. شكرا الحمد لله انك ما نزلت بوست ولا فيديو ولا قلت بسألوه. تكلمت شكرا. صار اللي يتكلم ويقول لي شلا انت اشكره. وصلت لهذه المرحله يا جماعه. متى تنزل جزء ثاني من هذه السلسله؟ اوكي سلسله الانترنت بصورها قريب ان شاء الله يا جماعه. بترقب الجزء الثاني بس مو في خلال هذه الفتره، لكن على ما توصل الشحنه وهذا فيبغى لها فتره شوي. بس اكيد هذه السلسله بتكون لازم في القناه. ما شاء الله المشاهدات يعني شوف عمري يا شيخ. والله شيء خرافي يا جماعه والله. شكرا يعطيك العافيه عروقي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بس انا قاعد ارد سلام انا بس. كان عادة جروب. عبود مقلع. ليش؟ وش يزعل؟ تدرون انك افضل جيمر بالنسبة لي؟ شكرا. ما تقصر ايمن. مشكور. ناس عسل يعني. استهيت. ما اعرف ارد هذا. خلاص انت تعرف هذا الشيء انا ما اعرف ارد. شكرا. السلام عليكم ادم. عليكم السلام. ممكن تنزل عن ماستر ليج في لعبه بيس وعلى دعم. اتمنى ترد. شكرا على الاقتراح بس ما اقدر اسوي شيء انا ما احبه. صعبه شوي بس شكرا على العموم. لازم لي صوره. اوكي شباب الحلقه كامله راحت ولا ما في شيء. مسابقات ايفون شروحات عن تقنيه تحديث ايفون. ما ابغى والله ما ابغى. شكرا بس انا مالي شغل. ادم نزل مقطع عن كره الشوارع فيفا 20 طور القصه. نفس الشيء ما اقدر اسوي شيء ما احبه يا جماعه. احس التختيم وهذه الاشياء ما تنفع لي. بمعنى صح انا صح ايوه طقطق على الناس الحين هذا اللي يجيك. بالمعنى الاصح ما احب اتابعهم فما اقدر انزل شيء انا اساسا ما احب اتابع. تمام الله العظيم والله صاير اعرف اجاوب يا جماعه والله كبير يعني. باب الصوت يا ولد قاعد اصور. احبك واجد. لا 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 العراق ما يقول واجد يقول هوايه. ولك انا هذه هوايه احبك الله. او ما ادري يمكن في لهجات او كباب اتفلسف. اوكي بس انا اعرفها هوايه يعني. يا جماعه هوايه يعني ايش فيكم؟ رهيب هالكلمة يا اخي. ادم احبك والله انك اسطورة حبيبي، بس لو ما عليك امر بلعب معاك دو فورتنايت. اوكي، في شغلة يا جماعة، اوكي؟ لازم تستوعبوها. ما اقدر العب مع شخص معين. هذا الشيء كنت اقدر اسويه ايام 10,000 مشترك، 20,000، 100,000، ربع مليون، حاليا صعبة يا جماعة. يا ليت بس تستوعبوا هذا الشيء. زائد اني انا اساسا ما العب. اوكي. بنكون صريحين اوكي الوقت الوحيد اللي العب فيه لما اسجل مو عشان حبيبي انا بزنس مان. حبيبي ايش تكلمني انت فلوس انا رايح شغل. لا مو سالفه زي كذا. السالفه هي ان انا استمتع اكثر لما اجي العب وانا قاعد اصور. فبسبب هذا الشيء انا ما العب الا لما اصور. والله حسيت كلام حلو. فهمتوا اتوقع صح؟ اوكي فبس هذا اللي بقوله. فاسف يا جماعه والله ودي يعني بس الهوى ضدي. اللي باليوتيوب هذاك ما غيره. ايه الله يسلمه والله. يعني اكيد يا اخوي يعني ما ادري وش تبغون اقول. على الاقل كومنتات اليوتيوب اقدر ارد عليها. هذه ما اقدر ارد والله. اوكي ادم ليش ما ترجع للجدول القديم 1/3/5؟ اوكي اتوقع انت قلتها بنفسك الجدول القديم. فحاليا ما اقدر اسوي جدولي في الجامعه وتصويره مع جوت ما يساعدني اسوي هذا الجدول. يب بس اهم شيء عندي ان انا قاعد استمر. متى ما حسيت اني اقدر اسجل مقطع وانزل لكم بجوده حلوه بنزل اكيد. الا بعض الاوقات اسحب. اليوم انا واجد صريح وش فيني؟ احس ان المقطع الجاي واللي بعده فوز ان شاء الله. هو يقصد فورتنايت. يا رب يا كريم دعوا يا جماعه دعوا لي. بس ان شاء الله يعني الله يسمع منك يعني. انت اسطوره اتمنى الرد على السريع. الولد مستعجل يا جماعه رد على السريع يلا. يعني لا تقعد في الهوا وياي. رد يلا. والله ما اقدر والله. كلام لا يستطيع ان يعبر عن مشاعر يا جماعه. فالمشاعر هي عباره عن الاحاسيس والروح والجسد
ولغة العين. لغة العين انت عندك مرض الابداع والله مشاكل. شكرا شكرا استحيت الله جماعة والله يعني في كلام حلو والله شكرا. اتوقع انا هنا بنوقف. اتمنى وصلت الوقت واتمنى عجبكم. ما ادري هذا مقطع بيقطع طويل بيقطع قصير ما ادري بصراحه. بس شكرا على المشاهده. لا تنسوا اللايك اشتركوا بالقناه اذا كنتم مو مشتركين. والحمد لله خاصه الانستغرام طلع اهون بواجد من اليوتيوب. بس هكذا اليوم كان معكم ادم زومبي كيلر اتش كيو. مع السلامه.